السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نیو اسلامک ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے. سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے. اس سورت کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں. آپ نے میرے ساتھ اس رکوع کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ رکوع اچھے سے آ جائے گا. سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلے, جب بھی کسی حرف کے ساتھ حروف مدہ یعنی الف واو اور یا ہوں گے تو اس حرف کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے. دوسری کنڈیشن, جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر, حرف کے نیچے کھڑی زیر یا حرف کے اوپر الٹا پیش ہوں گے تو اس حرف کو ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے. تیسری کنڈیشن, جب بھی کسی حرف کے اوپر مد ہوگی تو اس حرف کو لمبا کریں گے. مد کی دو اقسام ہیں, چھوٹی مد اور بڑی مد. چھوٹی مد کو 3 سیکنڈز جبکہ بڑی مد کو 5 سیکنڈز لمبا کریں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی گرین حروف آئیں گے ہمارے اس سبق میں ان کو موٹا کریں گے, پنک حروف پر غنہ کریں گے جبکہ بلو پر قلقلہ کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن
يكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله
وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.